السلام عليكم ومرحبا بكم. جيتكم هذا الفيديو. هذا الفيديو فيه واحد الكغاطة ديال لي بات بلا صوص بلانش كتحمق. تنقول لكم بالصحة والراحة. ما تنسينيش بلي لايك ولي بارتاج وش الله حتى الفيديو ماشي. غادي نقادو المصير ديالنا. الهزة ديال هاد لي بات هادي حتى هي بطريقتها، ما تهزوهمش واحد الهزة هكايا تقطعوهم. إلا جينا نديرو هاد هكايا نديرو ليها هكا ونديروها بحال الهزة ديال الكغاطة ديال لي بوم دو تيغ. لا، خاصنا نحاولو كيفاش نهزوها باش لي بات ديالنا يتهزو هكا كصايمين غير بشوية بشوية. دابا البنات غادي نبداو ان شاء الله بهاد لاصوص. غادي نبداو بلي بات بلاصوص بلانش. عندي هنايا فلفله حمراء وعندي فلفله خضراء وعندي هنايا ثلاثة دريوصة ديال الثومة. ها هما غادي نحكهم ان شاء الله. عندي هنايا واحد البصلة مشلضة. دائما البنات البصلة حمراء، البصلة البيضاء هي اللي مزيانة في هادشي ديال الكغاطة. عندي هنايا الشابينيون، ها هو. عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطعاه هكايا، وعندي هنايا هاد لي بات. هادو هما اللي اختاريت انا اليوم اللي غندير بهم هاد الكغاطه هادي. هاد لي بات هادو البنات تقدو تبلاصيهم بسباكيتي، تقدو ديروا اي بات كيعجبوكم. المهم انا غنديرهم بهادو ان شاء الله. هادو حتى هما ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش خاصهم يدارو باش ما يخسروش. ما نسلقوهمش بزاف، ندير واحد الطنجره تكون شويه كبيره باش يلقاو فين يتسعوا. باش غادي نبدا دابا، غادي نبدا بالبصله هي الاولى. غادي نشحرها ضروري. غنديكم معايا البوطه باش تشوفوا، ولكن غنقول لكم راه غنبدا بالبصله هي الاولى نشحرها. وعاد باش غادي نبدا ندير الحويجات الاخرين فيها الزيت العاديه هكا. كتشوفوا هاد الطنجره البنات ديال الماء ما هي غندير فيها الزيت وليفات كما قلت لكم. غادي نبقى نحط فيها غير شويه بشويه، غادي نمشي معاكم بقا بقا. هاد ليفات ما بغيناهمش يخسرو، ما بغيناهمش يطيبو بزاف، غير شويه وكمالتهم غيطيبوها ان شاء الله في لاصوص بلونش. دابا البنات هاد المهم هاد البصله هادي تشحرات شويه، رمينا عليها الدجاج. هادو ثلاثه دريوصه ديال الثومه، ها هما. نزيد عليها هاد الكرافن، نزيد عليها الشابينيون، البوطة الجمجهدها ما ناقصهاش. نعاود نزيد واحد شويه ديال الزيت باش يتقلاو ليا مزيان. الملحه على حسب الذوق. وغادي نمشيو دابا للعطريه. العطريه عندي واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، وعندي معلقه صغيره عامره ديال الابزار،
وعندي سكنجبير وعندي الحار. الحار البنات ما تديوش عليا، انا راني مسطيه كندير الحار في كلشي. هذا الحار هذا ملي كديروه مع صوص بلونش كيعطي واحد اللذه، ما نقول لكمش، واحد اللذه غزاله غزاله غزاله. ما بغيتوش ديروه ما ديروش، انا كندخلو كاع في اي مكله درتها كندخل فيها الحار. غادي نغطي عليها لي بات، ما نساوهمش، ما خصهمش يتحمروا بزاف، ما خصهمش يتسلقوا، سمحوا لي، ما خصهمش يتسلقوا بزاف بزاف حتى يخسروا غير القياس، وغادي نحيدوهم دابا. البنات عندنا هانتوما كتشوفوا عندنا واحد المعلقه ديال الزبده اللي زدناها، غادي نزيدوا عليها واحد جوج معالق ديال المايزينا، نحركوهم دغيا دغيا، نخوي فوق منه الحليب، هاد الكغاطون ديك لاصوص بلونش ما كتبغيش تكون ناشفه، خاصها تكون شويه لاصوص زايده، تبغي غادي ترانا الحليب ان شاء الله. البوطه ناقصها غادي نزيد فيها شويه، درت ريوصه ديال الثومه ثلاثه، درتهم مع ديك الخضره ومع داك الدجاج، غادي ندير ثلاثه مع هاد لاصوص، هادي لاصوص بيشاميل، معلقه ديال الابزار، وما نحبش عليهم التحراك، ونخليهم حتى يولوا ليا ان صوص عقده راسها ثاني مجموعه، والملحه بيان سور ما نساوهاش. هاد لاصوص بيشاميل صافي راه وجدات، غادي نشد لا كريم فريش، جوج بطاط هكا يا البنات هكا، وانا تنحرك باش ما يتحرقش ليا لاصوص ديالي. بيشاميل ملي كتختار دغيا دغيا كتحرق، غادي نحاول نقص البوطه شويه. عندي دابا هاد 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 الخليط هذا ديال الفلافل وديال سميتو، حتى كنشوف، شوفوا البنات حتى كنشوف هاد الزويته هذه كتولي لي غير دمعه وحده، شفتوا كتعزل هاد الزيت كتصفى، وهما الفلافل راه ماشي كيطيبوا كاع حتى كيخسروا. المهم كنشوفوا هذيك هذيك الدغمرات والصايبات كنجيبوها كنخلوها هنا، كناخذ واحد شويه ديال داك الماء ديال 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 لي بات فاش تسلقات لي بات، كنخوي فيها هكا باش هو داك الماء حتى هو راه فيه داك النشا ديال 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 لي بات، وكيخلي لنا واحد اللذه في هاد لاصوص بلونش. كنجيب لي بات ديالي البنات، ها هما اللي حاولنا عليهم باش ما يطيبوش بزاف، كناخذهم غير بيدي، ما غادي ناخذ انا لا لا هذا لا والو، سمحوا لي ضروري ناخذهم بيدي باش ما نهرسهمش هكا وهكا يا هكا. المهم نحط شويه بشويه حتى كنكملهم، هذا غادي نخويها هكا في القنيط هكا. هاد البلان ديال الكرطه هو فاش غنديرهم، نعاود لا نشللهم لا والو، نخلي ديك الطحين فيهم شويه ديال 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 لي بات، نمشي بشويه هكا
باش كيتخلطوا ليا كاع مع داكشي كلشي ضروري نخلطهم في الطنجره، ما ديرهمش في البلان ديريكت باش ما غندخلهم للفران، غادي نخليهم غير يدوب داك الفرماج فوق منهم وصافي غادي نطفي عليهم. هاد لي بات هادو البنات، هاد الكراطه هادي كنقدمها للميوات، الموات سمحوا لي، الموات اللي عندهم الوليدات كيجيو للدراسة، وكنقدمها بزاف لي توديان اللي كيكونوا هكايا مساكن كيقراو كيكونوا المهم تيكونوا كاريين بوحدهم ستيديو ديالهم، وتيجيو في العشيه ما كي ما تيكونوا مع القرايه ديالهم عيانين. وتا هاد البلان هذا راه يبقى لك واحد 4 جوغ، كل مره كيجي الواحد كيسخن وكيحط الجديد في نفس الوقت الجديد، وكل شيء فيه، فيه الخضره فيه الدجاج فيه كل شيء فيه تبارك الله. دابا غنطفي عليه. دابا ملي درناه في هاد البلا ديالنا ها نتوما كتشوفوا كيجي مقاد، الخضره الدجاج كلشي مقاد فيها ملي كنخلطوا في هذيك الطنجره. واخا كنخلطوا في الطنجره شوفوا لي بات راه ما مهرسين ما حتى شي حاجه، لي بات ما خصهمش يتهرسوا، خصهم يبقاو صاينين ضروري ما نذوقوهم. جايين في الملحه وفي كلشي هما هادوك، غادي نديروا عليهم واحد شويه ديال الابزار. سمحوا لي غندير شويه الفرماج اليوم راني مقلوبه، كنحاول نزرب لكم هاد البلان هذا. و المهم غادي نديرو شويه ديال الفرماج. الفران راه سخون غادي يذوب هاد الفرماج، غادي حتى ياخذ اللون ديالو يتحمر شي شويه ونطفيو عليه. لي بات ديالنا طايبين، لاصوص راه قادره. بلا واش من بلا، انا نقولها لكم انا اللي ذقتو، اي حاجه زوينه كنحاول نقربها لكم. ما تنساونيش البنات، ما تنساونيش بلي بارطاجيو لي لايك، راه اي حاجه كزوينه كنقربها لكم.